ما نتحول إلى الشأن الاقتصادي وآخر أخبار المالي والأعمال والتفاصيل مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم إلهام ممر وأميرة العقدة. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. اختتم رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جولته الخارجية بهولندا والدنمارك والتي استغرقت 4 أيام. استهدفت الجولة بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية بتوقيع اتفاق ثنائي بالمجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقائه فريق الإدارة العليا بمحطة ماسلاكت للحاويات بميناء روتردام، استمع ربيع إلى عرض تقديمي من مدير المحطة يان باوزا، تعرف من خلاله على إمكانيات المحطة التي تعد من أكثر محطات الحاويات الأوروبية تطوراً وحداثة، حيث تدار كافة عمليات التداول بأنظمة تكنولوجية متطورة تتيح أداء العمليات ذات الصلة أوتوماتيكياً. أعلنت وزيرة التخطيط هالة سعيد عن إدراج خطة المواطن الاستثمارية على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكدت وزيرة التخطيط أن إدراج خطة المواطن الاستثمارية على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل نجاحاً كبيراً. يؤكد حرص الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية، موضحة أن خطة المواطن تم إدراجها حيث تساهم في تحقيق الهدفين 16 من أهداف التنمية المستدامة الأممية. إلى البورصة، حيث أنهت البورصة نهاية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669.536 من 1000 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 23% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، مرتفعا بنسبة 23%. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 22% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، مرتفعا بنسبة 22% نقطة. وقفز مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19.9% للشراء و19.17% للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.75% و19.84%. الجنيه الإسترليني 23.36% 23.46%. الدرهم الإماراتي 5.19% 5.22%. أخيرا الريال السعودي 5.08% و5.10%. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في يوليو ارتفع إلى 5.34% على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر السابق حيث ارتفع معدل التضخم 32%. نهاية الأخبار الاقتصادية.